المشكله هي ان هناك انسحاب امريكي من المنطقه، هو انسحاب استراتيجي، هو تحول دراماتيكي في الحسابات الامن القومي الامريكي، الانتقال من اعطاء الاهتمام او المركز الاول الاهتمام بمنطقه الشرق الاوسط ومنطقه اسيا الاستراتيجيه الى منطقه اخرى وهي جنوب بحر الصين والمحيط الهندي. هذا هو مركز الاهتمام الرئيسي للأمريكان. مركز الاهتمام الرئيسي للأمريكان هو تقليص أو تحجيم أو إبطاء نمو العملاق الصيني ومن خلفه روسيا. عشان كده كل الإشكاليات أو الصراعات اللي في المنطقة تريد الولايات المتحدة أن تنجزها بأسرع وقت، تتركها لأصحابها في المنطقة وليست على استعداد للتدخل أو دفع أي فاتورة مكلفة بالنسبة له. ده منطق إدارة بايدن. فمن هنا نيجي بقى لفكرة الاتفاق النووي مع إيران. إدارة بايدن نفس الفريق اللي هو موجود معاه اللي هو بلينكن، بيل بيرنز رئيس CIA، ويندي شيرمان، جيك سوليفان، كل هذه المجموعة كانت هي عضوة في نفس الفريق الذي صحيح. تفاوض على الاتفاق النووي الأول مع في إدارة أوباما. يشعرون أنهم الأباء الروحانيين أو الروحيين بهذا الاتفاق الاول او المسودة اللي اتعملت ثم اصبحت اتفاقا، ويرون ان ادارة ترامب اعتدت على هذا الاتفاق بشكل ظالم ويريدون اعادة هذا الاتفاق كما هو باسرع وقت ممكن والخروج من المنطقة وترك المنطقة للايراني والتركي والاسرائيلي. يعني العالم العربي منطقة صراعات، مسرح العمليات يتم على أرض عربية بدماء عربية بتكاليف عربية بأسلحة عربية، لكن المستفيد منها أو الذي سوف ينظمها هو ثلاث قوى غير عربية، هي الإيراني التركي الإسرائيلي. بالنسبة لحالة اليمن اللي هي موجودة دلوقتي، مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية فيها كبرى، لأن هي استمرت لمدة بس 14 يوم، يعني قبل ما تنتهي إدارة ترامب صنفت الحوثي أو الحوثيين على أنهم يدخلوا في ملف الإرهاب. بعد إدارة بايدن من أوائل قراراتها أن هي رفعتهم عن هذا الموضوع، واكتشفوا أنهم ارتكبوا خطأ كبير. والمذهل أنهم الآن بيقول لك طب إحنا هنفكر نشوف بندرس هل نروح ولا ما نروحش، نرجع ولا ما نرجعش، مفيد ولا مش مفيد، هل هيساعدنا في ادخال المساعدات الانسانيه؟ من امتى كان الحوثي بيسمح بمساعدات انسانيه؟ صحيح. كل المساعدات الانسانيه اللي كانت في جنوب اليمن تم السطو عليها وبقرصنه سواء بحريه او بريه. الحوثي الان يشعر بنشوه لانه هو أداة من أدوات المركز الرئيسي اللي هو موجود في طهران. إيران تريد أن تستغل الحوثي كما استغلت كل أدواتها اللي موجودة في خمس عواصم عربية بهدف الضغط على المنطقة وعلى الأمريكان من أجل إنجاز الاتفاق النووي. فالمفاوضات في فيينا، لكن العمليات تتم في المنطقة. العملية الحوثية اللي هي الأخيرة دي هي تعكس حالة عصبية. ليه؟ لأنه هناك خسائر كبرى الآن في مأرب وفي شبوة بواسطة قوات العمالقة والجيش الوطني اليمني، في ضربات محكمة جدا في صعدة وفي مركز الحوثي وفي شمال صنعاء. فطبعا يشعروا بتوتر كبير. ايضا ايران اللي هي المركز الرئيسي او السنتر بتاع العمليات تشعر بقلق شديد بسبب ما يحدث في العراق، فوز الشيعة العرب برئاسة مقتدى الصدر. تشعر بتوتر في سوريا لان روسيا تريد ان تخرجها او تقلص دورها من سوريا بحيث تصبح روسيا هي الفاعل الرئيسي في الامن الداخلي للوضع السوري. تشعر بتوتر لانه في لبنان في هناك ضغط شعبي وهناك تجرؤ من الراي العام على حزب الله. اماكن كثيره جدا تشعر بان هناك
يعني الوضع مش ملائم له، فهناك توتر في المركز الرئيسي، وبالتالي تلاقي الأطراف اللي هي زي الحوثي في حالة عصبية، لذلك يقومون بعمليات غير أخلاقية مخالفة للقانون الدولي ضد مدنيين أو ضد أهداف مدنية في قرب أبو ظبي وفي المملكة العربية السعودية. أستاذ عماد، تأثير هذه الأحداث على أسعار الطاقة بشكل عام، وربا الآن بتجد نفسها محاصرة في مسألة الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية من ناحية، والتمترس الأوروبي الأمريكي لمجابهة روسيا ربما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، وبنتابع الآن ارتفاع أسعار النفط أيضا. تأثير ما يجري بين أوكرانيا وروسيا وتأثير ما يجري في منطقة الخليج وصواريخ الحوثي بتؤثر على أسعار الطاقة العالمية، كيف يمكن للعالم أن ينتبه لمخاطر الإرهاب على طاقته وعلى استخداماته للطاقة؟ ارتفاع الطاقة له أربع أسباب مختلفة. أولا الشتاء شديد، والشتاء الشديد يستدعي دائما طاقة أكثر سواء في النفط أو في الغاز، ده نمرة واحد، فهذا هذا فصل الشتاء صعب جدا. نمرة اثنين انه بعد محنة الكورونا ابتدى تحرك اكثر على الطلب بالذات بالنسبة للاقتصاد الصيني وبعض الاقتصادات في حالة من الخروج من حالة الانكماش الركودي التي كانت تعاني منها الاسواق، وابتدت الحياة قليلا تعود الى يعني جزء مما كانت عليه، فبالتالي حركة الصناعة وحركة السيارات وانتقال الناس وانتقال الطائرات، فده سبب ثاني لزيادة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية. بالنسبة للغاز في موضوع مهم جدا، انه التهديد بإيقاف مشروع إرسال الغاز والنفط من خلال ألمانيا إلى روسيا ده مهم جدا، لأنه بيضع ضغوط جديدة على فكرة أسعار الغاز. ولازم نعرف إن في ثلاث دول هم الكبار في احتياطات الغاز، روسيا نمرة واحد، إيران نمرة اثنين، قطر نمرة ثلاثة. النقطة الرابعة طبعا مهمة جدا في الطلب أو في ارتفاع الأسعار، هو ما تشعر به شركات التأمين والشركات الناقلة على أساس أنه البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز في خطر شديد، فده حيرفع أسعار التأمين والشحن، فبالتالي السلعة النهائية اللي هي الغاز أو النفط سوف يتحمل المستهلك النهائي أسعارها. فنحن داخلين في مرحلة إذا استمرت مثل هذه الأمور ممكن أن يكسر حاجز $100 للبرميل خلال عدة أشهر، وهذا يعني مش توقع أنا، ولكن مركز الدراسات الطاقة العالمي يتنبأ بأنه إذا استمرت كل هذه العناصر ممكن أن يكسر حاجز $100، واللي حيتعور أو حيصاب أو حيتأثر في هذا الموضوع الدول المستوردة الصغيرة أو المتوسطة اللي هي بنت ميزانياتها واقتصاداتها على سعر برميل نفط ما بين 70 و80. أستاذ عماد، هل يعني من مطلعتك لما يجري على الساحة بين روسيا وبين الغرب حول أوكرانيا، هل يمكن أن تغزو روسيا أوكرانيا خلال هذه الأثناء، أم أن هناك حسابات أخرى للضغط لتحقيق مكاسب بعيدا عن الغزو؟ القصة دايما احنا يعني هناك فارق بين النظرة الأولى والنظرة العميقة. النظرة الأولى تقول انه مسرح الصراع هو أوكرانيا، وانه الهدف او المعركة هي أوكرانيا، بينما هدف الصراع هو كما بيقولوا بالانجليزي هو كول ذا شوتس، يعني من الذي، لان احنا في عالم قانونه بيتصاغ دلوقتي وعلاقات القوة والنفوذ فيه في حالة سيولة، ما
مش زي الحرب ما بعد الحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة أو حالة الوفاق أو حالة سيادة الولايات المتحدة لعقدين من الزمان كرئيس مجلس إدارة العالم. لا، نحن الآن في قوة بتتشكل وفي وضع مرتبك ووضع غامض، وكل واحد بيحاول ان هو يثبت من الذي لديه الكلمة العليا او من الذي لديه النفوذ الاكثر او من القادر على دفع فاتورة اخذ جزء اكبر من الكعكة في العالم. المؤكد ان الولايات المتحدة لم تعد وحدها هي التي هي رئيسة مجلس إدارة العالم. المؤكد أن هناك عملاق صاعد بقوته التجارية والاقتصادية والعسكرية وهو الصين. من المؤكد أن روسيا تقف خلف الصين في هذا الصراع، وأن العالم بيتشكل شكل علاقات جديدة. والمؤكد أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت مركزها الاستراتيجي الاهتمام الاستراتيجي من الشرق الأوسط إلى جنوب بحر الصين والمحيط الهادئ. هنا روسيا خدت علامات انه هذا العملاق الامريكي لم يعد عملاقا واصبحت لديه يد مرتعشه. اول مره حصلت الحكايه دي حينما صرح اوباما، واوباما هو بدايه الخيط في الرؤيه الديمقراطيه المتخاذله المنسحبه من مراكز القوى في العالم. حينما قال انه الكيماوي في سوريا هو خط احمر، وانه اذا استخدم الكيماوي مره اخرى ستتحرك الولايات المتحده. استخدم الكيماوي بعدها ب 72 ساعه مره واثنين وثلاثه، وتدخلت روسيا سياسيا من خلال لافروف وقالت احنا هناخد الكيماوي عندنا، ثم بعد ذلك ارسلت قوات ولم تتحرك بسكليتا دراجه ناريه امريكيه لوقف التحرك الروسي او ما يسمى بالاحتلال الروسي لسوريا. مرة أخرى خدوا القرم، مرة أخرى دخلوا عملوا حشود على أوكرانيا، مرة أخرى دخلوا كازاخستان، قبل كده دخلوا جورجيا. روسيا تشعر بأن الاتحاد السوفيتي القديم لم ينتهي، وأن هي إذا كانت لا تسمى بالاتحاد السوفيتي لكن الجمهوريات اللي موجودة زي بيلاروسيا، جورجيا، كازاخستان، القرم، كل هذه المناطق هي مناطق تدخل في الأمن القومي الروسي وغير مسموح أن هي تتبع إما حلف الأطلنطي أو قوى معادية للسياسة أو المصالح الروسية. هل تقدم عليها روسيا أو لا؟ ده بحسابات المكسب والخسارة. فلاديمير بوتين من أعظم الذين يلعبون لعبة الابتزاز بالقوة أو السيادة. For the right price، يعني من أجل السعر المناسب يتدخل. من أجل السعر المناسب إذا كان فيه حيدوله سعر أفضل فما يتدخلش وياخد السعر المناسب من خلال مفاوضات. طبعا الخطأ الأمريكي كان مذهل من قبل بايدن، اللي هو من خمس أيام ارتكب خطأ عظيما يعني لا يرتكبه راجل كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي لسنوات طويلة وكان نائب رئيس. قال إيه بايدن؟ قال لك يعني إذا تدخلت روسيا عسكريا تدخل صغير أو بسيط يعني في أوكرانيا، فهذا لن يستدعي أن احنا نعبئ قواتنا. طبعا مساعدينه هاجوا وماجوا واجتمعوا به فخلوه بعد 72 ساعة يصحح التصريح ويقول انه اي تدخل سواء كان صغيرا او كبيرا فهو يعتبر غزوا او تدخلا عسكريا وغير مسموح وسوف نتحرك. فكل السياسات اللي بيقولها هو او ديفيد بلينكن وزير الخارجية تعكس حالة من الميوعة السياسية. حتى من ست ساعات قال لك احنا قواتنا مستعده للانتشار، لكن لم يصدر الامر بعد الان ان هي تنتشر. يعني كلام يصعب انك انت تشوفه على سياسه دوله أصلاً. طبعا احنا بنتكلم ومن ثلاث ساعات طلع اخر تقرير عن مدى رضاء المواطنين الامريكيين، اخر بول، اخر استطلاع وصل في ادنى حالاته لرضاء المواطنين الامريكيين عن رضاء بايدن. غير راضيين عن سياساته الخارجية، غير راضيين عن ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، غير راضيين عن تعامله مع موضوع كورونا. أستاذ عماد، يعني هل ترى بادرة أمل وتفاؤل
من القمة العربية القادمة المتوقع إقامتها وتنظيمها في الجزائر؟ أولا أنا سعيد جدا بوجود الرئيس الجزائري تبون في مصر، لأن الجزائر دولة مهمة بالنسبة لمصر سواء تاريخيا أو بالنسبة للملف الليبي وشمال أفريقيا، وهي دولة للذات يعني علاقات دم وعلاقات تاريخية مع مصر منذ الستينات ومنذ ثورة الجزائر المجيدة. القمة مهمة جدا ليه؟ لأنه أصبح العالم دلوقتي مرتبك وغامض وفي حالة سيولة، ومحدش هينصح دمعة من على خدنا إلا كتفنا، يعني ولا هيجي أمريكي يحل لك المشكلة ولا روسي ولا صيني. صحيح. الحل هو حل العربي، ولابد إن احنا إذا ما كانش موجود إن احنا نخلقه. وأنا سعيد بإن احنا على الأقل عندنا نواة ما يسمى بمعسكر الاعتدال العربي، وكل ما نقدر نضم ليه قوة، يعني زي إنه مصر والسعودية والإمارات الأردن المغرب والآن الجزائر تدخل، كل الدول اللي هي فيها نوع من التعقل وفيها نوع من الرغبة في إن هي تعتمد على العمل العربي المشترك. والعراق الآن كأننا تتوجه نحو أكثر عروبة وأقل كارثية. صحيح. كل هذه العناصر مهمة جدا بالنسبة لنا، إحنا اللي نمسك بمفاتيح مفاصل للأمن القومي العربي، لا نترك أهدا للإيراني بفكره الفارسي، ولا نتركه للتركي بفكره العثماني، ولا نتركه للإسرائيلي مشروعه السقطي. طيب أستاذ عماد، آخر سؤال، هل تابعت حالة الجدل الموجودة في مصر ووسائل التواصل الاجتماعي حول الفيلم الموجود على شبكة نتفليكس أصحاب ولا أعز؟ أنا تابعت الخناقة لكن أنا ما شفتش الفيلم، وأنا عندي مبدأ لا يمكن لي أن أتحدث عن الكتاب قبل أن أقرأه أو عن مقال إلا لما أطلع عليه أو فيلم لما أشوفه. أعتقد أن كتابتي هتكون يعني كلامي هيكون قاصر، أشوفه وأنا تحت أمرك وأقول لك رأيي فيه. أستاذ عماد أنا بشكرك جدا وإن شاء الله نلتقي قريبا. أشكر حضرتك على كل هذه المعلومات وكل هذه الأفكار وتفكيك ما كان غامضا من قضايا سواء إقليمية أو دولية أو استشارة في المستقبل. أنا بشكرك جدا الأستاذ الكبير عماد الدين أديب.